سيدي، أحضرت سامسا والمحاربين الآخرين. أدخلهم بامسي. إن البطل لا يفعل أي شيء أبداً سوى وظيفته، وإن لم يتمسك بوظيفته جيداً سيقع هو وقبيلته في مشكلة كبيرة. لقد عاقبتكم كي تدركوا أن هذا الأمر أمر جلل. معك حق سيدي، إن غفلتنا أوقعت ابنك في الفخ، وقد فهمنا مغزى كلامك حين حلت بنا هذه المصيبة. يوجد خير في كل شر سامسة، إن شاء الله سيكون لنا في هذا الشر خير يفتح أعيننا من الغفلة. والآن هؤلاء الأبطال يستحقون سيوفهم بأمسي. الحمد لله، لقد عفا عنا. الحمد لله يا إلهي. سامحتنا سيدي. أيام العرس والعيد والحرب أيام تتوطد فيها الوحدة بيننا. سنستعد معا لغزو قلعة كارجيسار. أعتقد أنكم فهمتم مغزى عقابكم فسامحتكم. ليرضى الله عنك سيدي. ليرضى الله عنك سيدي. الشجاعة ليست قوة اليد فقط، الشجاعة هي بأن تكون عقولنا قوية بقدر قوة معاصمنا، والآذان مفتوحة أيضا كي تسمع صوت الطيور فوقنا. إن كررنا هذا الخطأ سيوفنا ستكون حراما علينا. فلتسلم. أدامك الله فوق رؤوسنا. هيا أيها الأبطال. أهلا بك تورغوت. أهلا بك يا سليان. تورغوت، لو أنك ترتاح قليلا لم يدخل النوم إلى عينيك منذ البارحة. عقلي عند سيدي أرطغرل وغوندوز، قلبي يحترق لأني لست معهما قبل أن أعرف أنهما بخير، أنه محرم علي. أتسمحون لي بالدخول؟ تعال. جاء رسول من الكاي سيد تورغوت ألب. فليدخل إلي حالاً. الباب. خيرا إن شاء الله. إن شاء الله. السيد أرطغرل أرسل لك خبرا. سيدي أنقذ غوندوز من يد أرس وأحضره. يا رب ألف حمد وشكر. الحمد لله يا رب.
السيد أرطغرل سيعقد اجتماع الحرب في سوق الخان الليلة، ويريدكما هناك مع السيد بهادير. حسنا يا بطل، والآن اذهب وأبلغ سيدي سلامي له. سنكون في سوق الخان مع السيد بهادير في المساء. بأمرك سيد تورغوت ألب. الحمد لله، كل الأفخاخ التي نصبها آريس وأفعاله قد ذهبت هباء، لكن هذه المرة لا ينقذه منا أحد. إن شاء الله. تورغوت، ترى لماذا استدعى السيد أرطغرل البهادير؟ حين ذهبت إلى الحرب مع محاربي قبيلة تشافدار، أصبحت الساحة فارغة لبهادير، لا يريد أن يقوم بأمر سيء. تفكير السيد أرطغرل صواب، ليدمه الله ويحفظه. آمين. آمين. أوغوز، فيذهب واختر مجموعة محاربين تثق بهم وليجولوا حول القبيلة، وقل للسيد بهادير أن يأتي إلي. بأمرك تورغوت ألب.